البعض يقول لك انه هذا النهر يجري فبجريانه ممكن ينظف نفسه. الكميات المدفوعه، كميات الملوثات وهذه النفايات المدفوعه للنهر، ممكن النهر يقدر ينظفها كلها. يعني اسمح لي اقول هذا كلام غير علمي، وانا مستعد يعني احاجج هذا، يعني هكذا طرح هذا الكلام قد يكون له صحه عندما تكون احنا في عندنا وفره مائيه، غنى مائي، وعندما تكون عندنا كميه النشاط الصناعي والزراعي بمحطات معالجه قبل طرح النهر. ولكن نحن نعاني الان من نقص حاد المياه، مواردنا المائيه نقصت الى الربع. نقص يعني احنا المساله بها شقين، اول شيء نقص في الموارد المائيه، ثانيا عدم وجود وحدات معالجه للمياه الملوثه فتطرح مباشره الى النهر. وتستطيع حضرتك اذا تقف على جسر الجمهوريه او تقف على الجسور مثلا على مطلع على مدينه الطيب، على المستشفيات، على المصانع، تشوف الانبوب اللي يطرح المياه سوداء مباشره الى النهر من دون معالجه. فالان المشكله مضاعفه، يعني ارجو ان نفهم هذا الشيء والساده المشاهدين يفهمون هذا الشيء، مساله مضاعفه. اما جريان النهر، احنا النهر اصلا يعني انخفض الى الربع، يعني حصتنا المائيه خفضت الى الربع، فبالتالي زاد التركيز التاثير الملوث.